يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. اولى حلقات الاسبوع دايما بتكون حلقات مهمه وساخنه جدا ومليئه بالعديد والعديد من الاخبار المتنوعه على مختلف الاصعده، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده، كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي واخر اخباره وتفاصيله على مدار فقرات مختلفه من حلقه النهارده، فبالتالي تابعونا في كل دقائق هذه الحلقه. كمان منتظرين تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم، والسؤال بيتعلق بمنتخبنا الوطني اللي للاسف الشديد يعني اكتفى بالمركز الرابع في كاس العرب، لكن مكاسب عديده من هذه المشاركه. بالتالي عايز اعرف تقييم حضراتكم لمشاركه منتخب مصر في كاس العرب في هذه النسخه الاستثنائيه. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من الحلقه. لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الفريق يخوض مرانه الاول في الدوحه بالتوفيق يا رب. وكمان انضمام الدوليين لمعسكر الاهلي استعدادا للسوبر، ده هيتم خلال دقائق او ساعات قليله جدا جدا. واخيرا المنتخب ينهي مشاركته بكاس العرب في المركز الرابع. يعني عندنا تفاصيل كتير جدا تتعلق بمنتخبنا الوطني، وكمان كواليس كتير قوي قوي تتعلق بالنادي الاهلي في بدايه استعداداته للمباراه الهامه والمرتقبه، مباراه السوبر الافريقي امام الرجاء يوم الاربعاء القادم الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره على استاد احمد بن علي. هذه المباراه اللي بينتظرها عشاق النادي الاهلي في كل مكان. يا رب يا رب التوفيق يكون حليف فريقنا باذن الله. كلام كتير جدا هيكون عن هذه الكواليس، لكن كالعاده خلينا نشوف اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف البطولات. نبتدي ببطوله كاس العرب واخر ايام هذه البطوله، واللي بتشمل مباراتين النهارده، منهم مباراه انتهت خلاص كانت ابتدت في تمام الساعه 12 ظهرا ما بين منتخبنا الوطني المصري امام المنتخب القطري. الشوط او الوقت الاصلي والاوقات الاضافيه كمان انتهت بالتعادل السلبي، رغم اقتراب مصر في اكثر من مناسبه لتحقيق الانتصار. لجأوا لضربات الجزاء الترجيحيه، للاسف الشديد منتخبنا خسر 5-4. قطر فازت كده بالمركز الثالث ومنتخبنا الوطني اكتفى بالمركز الرابع. المباراة اللي ابتدت في هذه اللحظات وهي مباراة مصيرية، وطبعا مباراة البطولة ومباراة اللقب، من يفوز ببطولة كأس العرب، تونس أم الجزائر؟ أكيد مباراة قوية جدا جدا جدا. أما بخصوص الدوري الإنجليزي، فالنهاردة كان من المفترض يكون في أكتر من مباراة. كان من المفترض النهاردة مانشستر يونايتد يلعب مع برايتون، وكان مفترض أن أستون فيلا لحد ساعة من دلوقتي كان المفروض هيتلعب الماتش مع بيرنلي ويتأجل. نفس الحال بالنسبة لساوثهامبتون وبرينتفورد، واتفورد وكريستال بالاس، وستام ونورتش سيتي. كل المباريات دي تأجلت اللي كان مقرر ليها أن هي تبتدي النهاردة، ده بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف بعض هذه الفرق. أما المباراة الوحيدة اللي هتتلعب فعليا حتى هذه اللحظة هي مباراة ليدز يونايتد وارسنال في الدوري الانجليزي. لسه في بكره عدد من المباريات، معظمها ايضا مؤجل، وقد يكون هناك مباراه او مباراتين بس اللي يقاموا. يعني نتمنى الشفاء يا رب والسلامه للجميع. الدوري الاسباني النهارده في اكتر من مباراه، ما فيش ازمات حتى الان في الدوري الاسباني بخصوص فيروس كورونا، ويا رب دايما باذن الله. فبالتالي رايو فاليكانو هيلعب مع ديبورتيفو الافيز، او مباراه لعبت خلاص وانتهت بفوز رايو فاليكانو بنتيجه 2-0. ريال سوسيداد كمان ربع ساعه مع فيا ريال، برشلونه الساعه 7:30 مع ايليتشي، والساعه 10 بالليل اشبيليه مع اتلتيكو مدريد الجريح من الهزيمه الاخيره امام ريال مدريد ب 2-0 في الدوري الاسباني. دي اهم وابرز المباريات في مختلف البطولات اللي بتشهد اهتمام كبير جدا من المتابعين. التفاصيل كلها هتكون بعد الفاصل معانا، استنونا دايما، وامور كتير جدا هنتطرق ليها، استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نتكلم عن منتخب مصر في البدايه، وطبعا دايما يعني بنبقى متحمسين قوي مع منتخب بلادنا، امر طبيعي. يعني خدنا المركز الرابع، اكتفينا بيه، كان لو الحظ معانا شويه، بخلاف طبعا الجوانب الفنيه اللي فيها اخطاء، وده احنا امر متفقين عليه يعني.
لكن مع ذلك في ظل وجود هذه الأخطاء كان مفيش توفيق بشكل كبير جدا وملحوظ لعناصر المنتخب، سواء في مباراة تونس أو في مباراة النهاردة أمام المنتخب القطري، اللي في الحقيقة أنت كنت أفضل بكتير أوي 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 على مدار أحد ال 120 دقيقة كلها الوقت الأصلي بالإضافي، أنت أحسن وأقرب وفرص كتير ضاعت ومفيش توفيق يعني. فبالتالي خلينا نحط كل حاجة في حجمها، كل حاجة في حجمها. أولا إحنا داخلين البطولة بهدف إيه؟ بهدف التجربة. الراجل داخل بهدف ايه؟ بهدف التجربه، واخد عناصر جديده لاول مره تكون موجوده، صح ولا لا؟ واخد عناصر جديده. احنا نفسنا كان عندنا تطلعات للبطوله اصلا؟ لا، واغلبيتنا كانوا شايفين ان البطوله ملهاش اي ضروره، يعني احنا خلي الدوري يمشي والمنتخب يبقى يستعد لافريقيا وبتاع، لكن في الحقيقه البطوله مفيده جدا يعني. ابتدى تحمسنا مع البطوله يزداد من مباراه تلو الاخرى، بعد ما خلاص بقى انت ايه دخلت كده وحسيت ان البطوله جامده وفي مستويات فنيه عاليه وبتاع، فانت غصب عنك بقى انت مصري وبتحب المنتخب مصر طبعا، فبقى نفسك قوي ان المنتخب يكسب اللقب، خصوصا ان انت كان عندك المقاومات، يعني خصوصا ان انت تقدر تكسب اللقب، ما كانش في صعوبه في الامر ده يعني. اصعب منتخب انت قابلته هو الجزائر، رغم ان كل مباراه ليها ظروفها، لكن الجزائر انت تفوقت عليه في الملعب، تعادلت ايجابي 1-1، لكن تفوقت كمان باللعب النظيف، وكنت انت يعني قريب في هذه المباراه مش بعيد خالص، وكنت مستحوذ على مجريات المباراه في الشوط الثاني بالكامل تقريبا يعني، ومعظم فترات الشوط الاول يعني. ففي كل الاحوال خلينا نتكلم في اطار هذه التجربه والمكاسب من بطوله كاس العرب بالنسبه لمنتخبنا الوطني. في الحقيقه في مكاسب كتير جدا. المكاسب بتتمثل في بعض العناصر اللي انت خلاص اطمنت عليها مبدئيا، زي مين مثلا؟ زي فتوح، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه، من افضل اللعيبه في المركز ده دلوقتي، ما تقدرش تتكلم فيها، لعيب ممتاز، لعيب بيتطور بشكل ملحوظ، لعيب كورته حلوه قوي قوي قوي، بيقدر يقوم بالواجبات الدفاعيه والهجوميه. انا في الحقيقه واحد من الناس اللي معجب جدا جدا باحمد فتوح، ظهير ايسر نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، اللي قدم مباراه مش النهارده بس، لا البطوله كلها قدها بشكل متميز للغايه يعني. فاطمنت على فتوح واطمنت على المكان ده بالنسبه لمنتخب مصر في التحديات الاهم المقبله، سواء افريقيا او تصفيات كاس العالم يعني. اكتسبت عنصر جيد ويقدر يكون افضل كمان من كده، هو احمد رفعت، لعيب بان جدا مدى ايجابيته ومدى تفوقه لما بيلعب، بيقدر يرجح كفتك بشكل كبير قوي. للاسف المدير الفني ما استغلوش في الاوقات اللي احنا كنا محتاجين فيها احمد رفعت بشكل كبير قوي قوي، زي مباراه مثلا تونس ما لجألوش خالص، كان ربما هيلجا له الاوقات الاضافيه، لكن ما كانش في حظ ان احنا نوصل للاوقات الاضافيه. ودايما انا ما بحبش ان احنا نلعب على تعادل، لا العب على انك تكسب، بتحط لنفسك سيناريوهات، لكن في نفس الوقت حاول تحسم بدري يعني، للاسف الشديد. فاحمد رفعت من مكاسب البطوله، عدد من اللعيبه المميزه عشان ما ننساش حد قدرنا ان احنا نكسبهم يعني. ده برضو هيدي اريحيه يعني معقوله لكيروش في اختياراته لقائمه المنتخب في كاس الامم الافريقيه، لان انت في نفس الوقت لما يبقى عندك قاعده كبيره جدا من اللاعبين فهيبقى عندك حيره كبيره قوي، وربما تلاقي مفاجآت كتير جدا في قائمة المنتخب اللي بتتكون من 28 لاعب، 23 هيكونوا متاحين بالنسبة لك، وخمسة تانيين هيكونوا احتياطيين في حالة لا قدر الله أي ظرف بخصوص كورونا يعني. فبالتالي هيبقى في حيرة كبيرة، وممكن يكون في مفاجآت، وممكن يكون في أمور كتير قوي. فبالتالي الإيجابيات أكتر من السلبيات في بطولة كأس العرب بالنسبة لمنتخبنا الوطني، الأهم إن أنت تبني على هذه الإيجابيات. لكن هل في مساحة أو مسافة للتجربة مرة أخرى؟ لا طبعا، خلاص أنت عملت كل تجاربك، كل اللي حبيت تجربه كمدير فني ككيروش وكجهاز فني أنت عملته، جربت كتير جدا لما قلت يا بس، وحتى في الأوقات الحاسمة نصف النهائي كنت بتجرب، تطلعاتنا زادت إن احنا ناخد اللقب وحقنا، لكن في نفس الوقت أنت جربت كتير واكتفيت بقى بالتجربة. هل في وقت للتجربة؟ مفيش وقت خالص بقى خالص، انت التجمع الجاي على طول كاس الامم الافريقيه كمان اسبوعين ثلاثه لو اقيمت في ميعادها يوم 9 يناير، تمام؟ فمهم قوي ان انت تكون خلاص عرفت القوام بتاعك ايه. طبعا 90% من قوام المنتخب مش هيكون من الناس اللي لعبوا في بطوله كاس العرب، لان عندك محترفين وعندك مثلا لعيبه بيراميدز ما كانوش موجودين، بالاضافه لعيبه الاهلي هم العناصر الاساسيه، ولعيبه طبعا نادي الزمالك العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده في كاس العرب. فالاصوات اللي بتطالب بتغيير الجهاز الفني دي اصوات غير مدركه
لما تقول بشكل صريح، مختلفين مع كيروش في بعض الجوانب الفنيه، في بعض التغييرات، في تاخره بشكل كبير جدا في التغييرات، في قناعاته الغريبه شويه الى حد ما. والبطوله دي برضو زي ما اثبتت ان عندنا مكاسب جيده، اثبتت ان في لعيبه لا تصلح للتواجد داخل منتخب مصر، اللعيبه اللي بتلعب بالشوكه والسكينه. ممكن يكونوا مهاريين عاليين قوي وجامدين قوي في الدوري المصري، لكن ماتشات دوليه لا، صعب، مش هتلاقيهم زي ما لقيناهمش كده لما احتاجنا لهم، واخدين بالكم؟ فبالتالي كيروش مدير فني كبير، مدير فني جيد، عنده اخطاء، محتاج هنا الدنيا تتصنفر سنه، ها، محتاج انه يسمع لمساعديه شويه ويقتنع بارائهم، او يحاول يقتنع بارائهم، لان هم متابعين اكتر للدوري من قبل ما يجي وعارفين امكانيات اللاعب المصري، وبتكلم عن المساعدين المصريين تحديدا. وبناء على كده يبتدي يبني بقى خططه للمستقبل، سواء بطوله الامم الافريقيه او كاس العالم باذن الله، التصفيات المؤهله لكاس العالم يعني. ففي كل الاحوال هارد لك لمنتخبنا الوطني، الجمهور المصري، ان شاء الله القادم افضل، وباذن الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في تحقيق اهداف مختلفه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. ده فيما يتعلق بمشاركه منتخب مصر في كاس العرب، وان شاء الله فرص جيده لاحقا. واصل، لان انا عايز اربط ما بين منتخب مصر والنادي الاهلي واستعداداته لمباراه مباراه السوبر. ليه عايز اربط؟ لان عندك عناصر مهمه قوي كانت موجودة في صفوف منتخب مصر وبتلعب بشكل أساسي ومؤثرة جدا مع منتخب مصر، قد يتأثروا نفسيا قبل تحدي هام وكاس سوبر مهم أو بطولة غاية في الأهمية يوم الأربعاء المقبل. فعايزين نفصل، وعايزين ندعم لاعبتنا، وعايزين نأكد على أهمية هذه المباراة. فالربط ده هيكون معانا بعد الفاصل، وعندنا تفاصيل أكتر وكواليس أكتر وأكتر بخصوص استعدادات النادي الأهلي لكاس السوبر الأفريقي. استنونا بعد الفاصل. عندك عناصر كتير كانت موجودة في منتخب مصر، عندك محمد شريف، عندك أفشة، عندك حمدي فتحي، عندك السولية، عندك أكرم توفيق، عندك كمان محمد الشناوي، فأكيد مروا زي ما قدروا أن هم يكسبوا مباريات مع المنتخب، لكن تعرضوا لإخفاقات في المباريات الحاسمة، دور نصف النهائي وأيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. إزاي هتقدر تخرجهم من أجواء كأس العرب بهزيمة المنتخب وتهيئهم نفسيا لمباراة السوبر؟ وده هيبقى جانب مهم جدا جدا هيشتغل عليه الجهاز الفني بمختلف أعضائه بشكل مكثف مع هؤلاء اللاعبين خلال المرحلة الحالية وخلال الأيام القليلة جدا المقبلة لحد يوم الأربعاء بإذن الله، لأن خلاص العد التنازلي للمباراة الهامة جدا ابتدى. عندنا آمال وأحلام كبيرة إن زي ما دايما النادي الأهلي بيفرح المصريين يستمر في فرحة المصريين من خلاله. فده امر هيكون مهم وتحدي مهم جدا للجهاز الفني في الحقيقه بخصوص هذا الجانب. نفس الحال بالنسبه لبدر بنون مثلا، اخفق مع منتخب بلاده وخرج من ربع النهائي، فاكيد في كلام كتير في هذه الجزئيه. خليني افكر حضراتكم، بما اننا بقى ابتدينا الحديث عن كاس السوبر الافريقي وده الاهم بالنسبه لنا خلال المرحله المقبله، لان خلاص مشاركه المنتخب انتهت بحلوها بمرها، فالتركيز لازم يكون مؤكد ومكثف نحو هذه المباراه، وفي نفس الوقت دعم لاعبي النادي الاهلي كانوا موجودين في المنتخب امر ضروري وحتمي من قبل جماهير النادي الاهلي، بالتحديد المتواجدين في قطر ومن خلال السوشيال ميديا، ده امر مؤكد. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي سريعا: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء في حراس المرمى، خط الدفاع رامي ربيعه، بدر بنون، محمود متولي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، كريم فؤاد اللي بقى جاهز للمباراه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، اكرم توفيق، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد محمود، عمار حمدي، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر صعب شويه يلحق بالماتش، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، لويس ميكيسون، بيرسي تاو، وليد سليمان، محمود عبد المنعم، كهربا، ومحمد شريف، وحسام حسن، واحمد نبيل كوكا، موجود كمان محمود متولي، لكن محمود متولي موجود لاسباب طبيه. بالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد، مراسل قناه الاهلي وموفد قناه الاهلي في قطر والمرافق لبعثه الفريق هناك، نطمن من خلاله على كل الكواليس، يقول لنا ايه الاخبار واخرها واهم ما حدث في معسكر النادي الاهلي في اليوم الاول. يا كريم مساء الخير.
مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، كالعاده عايزين نطمن من خلالك على كل جديد برنامج فريق النادي الاهلي في اليوم الاول، اهم الاحداث اهم التفاصيل، وبالتحديد فيما يتعلق كمان بالمران الاول اللي كان النهارده الصبح. ايه الجديد عندك يا كريم؟ يعني في البدايه نقدر نقول اول حاجه طبعا نقول هارد لك لمنتخبنا الوطني. اتكلمت في نقطه مهمه جدا الحقيقه زميلي امير، عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متواجده، والجانب النفسي مهم جدا في هذا التوقيت. ما يميز الجهاز الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ هو هذا الامر، ان لابد يكون في شغل كبير جدا من الجانب النفسي وعوده اللاعبين وتجديد الرغبه بشكل كبير وتجديد الدوافع اكبر كمان ان شاء الله لهذه المباراه الهامه جدا، وهي مباراه الرجاء زي ما احنا عارفين يوم الاربعاء ان شاء الله على ملعب احمد بن علي هنا في قطر. كل الاجواء يا امير الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب ومطمئنه، وبتدينا دوافع كبيره جدا وبتدينا امل ان شاء الله ان احنا باذن الله ان شاء الله مع التركيز اللي احنا شايفينه مع اللاعبين مع كل التحضيرات الخاصه الاداريه والفنيه ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء مع حضور جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون بكثافه كبيره جدا في ملعب احمد بن علي، يكون سبب الفوز كعاده جمهور النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله الدور الاكبر يكون للجهاز الفني، احنا منتظرين يا امير في هذه اللحظات عوده فريق النادي الاهلي او عوده اللعيبه طبعا اللي انهت المباراه، طبعا كل اللعيبه على وشك الوصول لكن لسه حتى هذه اللحظه لم يصلوا الى فندق الاقامه وينضموا لبعثه فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله في خلال الساعات القادمه يكونوا متواجدين وينضموا مع فريق النادي الاهلي ليخشوا بقى في جو المباراه، وان شاء الله باذن الله مع اكتمال الصفوف ومع العدد يكون كامل ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي كل الامور تكون في صالحنا ان شاء الله زميلي امير. النهارده طبعا نقدر نقول اليوم الثاني لفريق النادي الاهلي هنا في الدوحه، نقدر نقول امس ما كانش في تدريبات انت عارف طبعا بعد رحله الطيران وتوجهنا مباشره على فندق الاقامه. النهارده بقى اليوم الطبيعي الخاص بفريق النادي الاهلي كان الفطار صباحا، توقيتات طبعا باكد كل مره ان انا بتكلم عليها هي توقيتات الدوحه 9 صباحا طبعا كان فطار لفريق النادي الاهلي، والتدريب النهارده كان صباحي. يعني اقدر اقول لك النهارده فريق النادي الاهلي 10 وربع طبعا بتوقيت الدوحه توجه الى ملعب الارسال، وهو ملعب جيد جدا الحقيقه، امتاز بارضيه الملعب حاجه رائعه ومميزه جدا، وده كان اول تدريب لفريق النادي الاهلي. انت عارف زميلي امير اليوم الاول والتدريب الاول بيدي رساله كبيره جدا وبيبان مدى حاله تركيز اللاعبين ومدى ايضا كمان فكر الجهاز الفني وتحضيره للمباراه الهامه جدا والمرتقبه طبعا زي ما احنا عارفين وهي مباراه الرجاء. النهارده طبعا كانت فقرات تدريبيه متنوعه لفريق النادي الاهلي، بداها طبعا كابيلو مخطط الاحمال بجزء بدني بسيط، لكن اقدر اقول لك في النهايه كانت تقسيمه ما كانتش تقسيمه قويه على قد ما كانت تقسيمه فيها تكتيك كبير جدا وفيها جمل تكتيكيه وشغل عالي جدا لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. اوقف التدريب اكتر من مره، الراجل بيحاول ضغط في تلت الملعب الامامي، ازاي هنضغط بمربعات بمثلثات امور عديده جدا الحقيقه، واضح ان الجهاز الفني مذاكر بشكل كبير جدا بيتفرج وعلى طول عنده ابديت كبير جدا لفريق الرجاء لكل المباريات الاخيره وتحديدا كمان الثغرات ونقاط القوه والضعف السرعات هتبقى ازاي الارتكاز خط الدار. النهارده الراجل اشتغل بشكل كبير جدا، النهارده احنا عارفين التدريبات بتكون ساعه ساعه ونصف، النهارده التدريب وصل الى ساعتين، في ساعتين ما كانش فيهم جرعات بدنيه على قد ما كان فيهم كلها كوره وكلها شغل تكتيك. انهى كمان بيتسو موسيماني قال التدريب بركلات ترجيح لعدد من اللاعبين، الراجل بيختار بعض العناصر. النهارده شفنا تالق الحقيقه حسين الشحات وليد سليمان محمد هاني كريم فؤاد، عدد كبير من اللعيبه النهارده في ركلات الكرات الثابته تحديدا كمان كان ليهم دور كبير جدا، ومصطفى شوبير الحقيقه كمان كان متالق الحقيقه في هذه التدريبه، وايضا كمان علي لطفي وحمزه علاء. الاجواء طيبه جدا لكن احنا منتظرين في كل مره باكد على هذا الامر منتظرين ان احنا نشوف لعيبتنا اللي جايه من المنتخب، لان الاجهاد كبير والمجهود كان اكبر جدا. النهارده بدر بنون لم يشارك في التدريب، الناس اتكلمت وقالت بدر ليه ما شاركش، هل بدر عنده اصابه؟ الامر خاص طبعا بالجهاز الفني والجهاز الطبي، بيحاول الجهاز الفني والجهاز الطبي ان يدوا له اكبر قسط من الراحه لاستعاده طبعا قواه البدنيه، لان المجهود كان كبير جدا تحديدا لبدر بنون كابتن الفريق بيتكلم بشكل كبير جدا مع لعيبته، عارف اهميه المباراه وعارف اهميه المرحله، ويمكن كمان بدر هيبقى استعانات كبيره جدا مع اللاعبين لفريق الرجاء. النهارده بدر بنون مع النادي الاهلي فيمكن هيتكلم على ثغرات، هيتكلم على نقاط القوه والضعف، هيتكلم ازاي فريق الرجاء بيفكر امتى، كل الامور دي الحقيقه بدر بنون بقيمته الكبيره مع فريق النادي الاهلي هيكون ليه دور كبير جدا، زي ما أكد على كل كباتن الفريق وليد سليمان ايمن اشرف الشناوي كل اللعيبه الحقيقه حمدي فتحي السوليه مش عايز انسى حد، لكن كل اللعيبه الحقيقه كباتن فريق للنادي الاهلي لهم دور كبير جدا في هذا الامر، ان هم يهيئوا اللعيبه اللي راجعه من المنتخب بشكل كبير جدا، وايضا كمان يجددوا الدوافع لكل اللعيبه في هذا التوقيت وفي المباراه تحديدا. ايضا كمان يا امير اطمنك على احمد عبد القادر وكريم فؤاد، يمكن انا طبعا اتكلمت عليهم امس مدى جاهزيتهم، اكدت لك على جاهزيه كريم فؤاد النهارده شارك في التدريب بالكامل، خلاص هي كانت كاتبه وانتهت، واكدت لك على ان
التضحيات لابد تكون موجوده في هذا التوقيت لكل لاعبي النادي الاهلي. لكن هو احمد عبد القادر طبعا نقدر نقول لسه يعني مش عايزين طبعا نتكلم على عودته في المباراه يكون متواجد على القائمه، لكن النهارده نقدر نقول اشتغل شغل كوره شويه. الاول مره النهارده نشوف احمد عبد القادر بيشتغل شغل كوره طبعا مع الجهاز الطبي بالكامل، لكن من الواضح ان ممكن كمان لسه يكون في يومين ثلاثه على ان يدخل التدريب بالكامل طبعا مع فريق النادي الاهلي. وجوده في القائمه من عدمه ده امر طبعا لم يحسم حتى هذه اللحظه، لان الجاهزيه الطبيه هي الاهم طبعا من الجاهزيه الفنيه. وايضا كمان بالنسبه لمحمود متولي، يمكن محمود متولي النهارده تواجد في احد المراكز الطبيه واكدنا على هذا الامر وقلنا دور كبير من مجلس اداره النادي الاهلي وتنسيق على اعلى مستوى مع الجهاز الطبي. ان شاء الله باذن الله يكون فحوصاته وتكون كل الامور الخاصه به متولي ويرجع من جديد يشارك مع فريق النادي الاهلي. لكن طبعا منتظرين طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله يدينا طبعا الريبورت الخاص بالفحص المتولي، الامور بالنسبه له ايه، التشخيص كان ايه بالنسبه للاصابه. لكن بطمنك عليه بشكل كبير جدا وبطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله متولي يرجع نفسيا ويرجع بدنيا ذهنيا ان شاء الله خلال المرحله القادمه وخلال الايام القادمه ان شاء الله. يمكن احنا اتدربنا زي ما قلت لك امير النهارده على ملعب الارسال، لكن غدا هيكون الملعب مختلف. ملعب الغد هيكون ملعب الاجله، ايضا يقرب من فندق الاقامه ب 9 او 10 دقائق، الملاعب قريبه جدا من فندق الاقامه وده امر مهم جدا. النهارده كمان يمكن يوم الوطني هنا في الدوحه في زحام كبيره جدا، لكن الحمد لله ان احنا كان تدريبنا صباحي، لكن الحمد لله امير باكد لك على الامور طيبه جدا لفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه. الكابتن محمود الخطيب متواجد لحظه بلحظه، الكابتن سعيد عبد الحفيظ، يبقى بس توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله ونطمن على لعيبتنا. وبكره بقى من خلال التدريب يعني من المؤكد ان كل اللعيبه اللي شاركت النهارده امير مع منتخبنا الوطني هتكون ريكفري بالنسبه لها بكره، مش هيشاركوا في التدريب بالكامل، لكن من بعد الغد ان شاء الله باذن الله نشوف حاله اللاعبين بشكل كامل يا امير. يعني كلها امور مهمه جدا في الحقيقه، لكن عايز اسالك يا كريم بخصوص متابعه الفريق ككل، جهاز فني ولاعبين لمباراه منتخب مصر النهارده، ابرز تعليقاتهم بالتحديد عايز التعليقات الايجابيه طبعا مش السلبيه، يعني من خلال تواجدك مع الفريق في مقر الاقامه. يعني نقدر نقول تدريب الصباح كان عشان المباراه، والمباراه هنا كانت الساعه 1 ظهرا على طول. طبعا عقب انتهاء المران مباشره توجه كل اللاعبين الى فندق الاقامه، الكل شاهد طبعا وتابع المباراه، اهدرنا فرص عديده كبيره جدا امير، يمكن كل كان بيتكلم على ازاي الفرصه دي لازم تحطها كده، لكن طبعا ركلات الترجيح هي طبعا بتكون فيها باد لك وفي حظ كبير جدا طبعا للفريق المنافس. لكن خلاص نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل، لابد محمد شريف يخرج من هذا الامر. كل اللعيبه قفشه الحقيقه بيأدي اداء رائع جدا، السوليه كل اللعيبه ادت اللي عليها بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، فيمكن بقول لك النهارده كان في تاثير. طبعا كنا بنامل ان احنا نكون متواجدين في المركز الثالث واكتر من كده كمان، لكن لابد الصفحه ان تغلق تماما بالنسبه طبعا لمنتخبنا الوطني، يكون التركيز مع النادي الاهلي في السوبر الافريقي. جمهور النادي الاهلي متواجد هيحضر بنفس العدد الكبير زي ما شفنا جمهور مصر متواجد في المدرجات، الجمهور هيكون متواجد جمهور للنادي الاهلي، الفرحه هتكون في رفع الكاس، ويمكن هو ده الحمل الكبير اللي على اذهان طبعا لاعبي النادي الاهلي. زي ما فرحوا جمهور النادي الاهلي في السوبر الماضي مطالبين ان هم ان شاء الله النهارده باصرارهم الكبير زي ما بناكد في كل مره وجديه اللاعبين نقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نرفع كاس البطوله هنا في الدوحه. الاجواء يا امير طيبه جدا جدا لفريق النادي الاهلي، حاله التركيز شفناها في التدريب النهارده. موسيماني الحقيقه بيتكلم مع كل لعيب بشكل فردي وبشكل جماعي، الراجل بيتكلم نظري عملي، قراءاته الفنيه الحقيقه مميزه جدا. طبعا مش عايزين نتكلم على كواليس تشكيل مين هيكون موجود الكلام ده، لان لسه الامور دي في مستجدات كبيره جدا. طبعا كل يوم بنشوف ممكن لعيب يشتكي من حاجه، ممكن حد يكون مجهد، فكل الامور دي ان شاء الله نتركها بقى قبل المباراه ب 24 ساعه نشوف الشكل العام بالنسبه لفريق النادي الاهلي ونطمن على كل لعيبتنا. طمن على كل لعيبتنا ده امر مهم جدا، لان هي دي طبعا اللي يهم كل جمهور النادي الاهلي. حمدي، السليه، اكرم، قفشه، الشناوي، كل اللعيبه بدنيا ان شاء الله تكون جاهزه لهذه المباراه اللي بنعمل ان شاء الله تكون من نصيب النادي. طيب اخيرا وسريعا يا كريم عايز اطمن على الاجراءات الاحترازيه، هل بعثه النادي الاهلي داخل فقاعه ولا الاجراءات الاحترازيه في يعني بالتحديد هذه الفتره اقل شويه من ايام مثلا كاس العالم للانديه في قطر، ايه التفاصيل في الجزئيه دي تحديدا؟ لا يعني اقدر اقول لك مقارنه طبعا بكاس العالم والسوبر الماضي لا الامر مختلف، يعني الايام الماضيه او الفتره الماضيه كانت فقاعه كامله طبعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي، لكن الامور في هذا التوقيت يعني ما فيهاش طبعا فقاعه بشكل كامل، لكن طبعا في اجراءات احترازيه، ارتداء الكمامه للدخول والخروج، كل الامور دي بتطبق هنا بشكل طيب جدا. لكن الفقاعه طبعا مقارنه بكاس العالم والسوبر لا الامر مختلف بشكل كبير، وهو ده اللي احنا يعني بيسعدنا بشكل كبير جدا عشان جمهور النادي الاهلي. احنا جمهور النادي الاهلي كان عدد قليل في السوبر، المره دي ان شاء الله باذن الله يكون جمهور النادي الاهلي يزين استاد احمد بن علي، وباذن الله ان شاء الله نرفع كاس السوبر يا امير. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هنفضل متواصلين معاك على مدار الايام المقبله، وان شاء الله ترجعوا لنا بالكاس باذن الله يوم الخميس المقبل بعد انتهاء المباراه يوم الاربعاء. كريم احمد زميلنا العزيز بنشكره شكرا جزيلا، كان معانا على الهواء مباشره من مقر اقامه الاهلي بالدوحه، واللي بيستعد في هذه الايام لمباراه السوبر يوم الاربعاء بإذن الله تعالى.
طمنا على كل التفاصيل، عرفنا كل حاجه بتتعلق بالفريق. هنروح لفاصل سريع ولسه عندنا كواليس اخرى هنتكلم عنها، استنونا. طيب النهارده عيد ميلاد محمد الشناوي، نجم نجوم النادي الاهلي وافضل حارس في مصر وفي افريقيا واحد ابرز الحراس في الفتره الاخيره في افريقيا بشكل عام. بنقول له كل سنه وهو طيب ويا رب دايما المزيد والمزيد من النجاح والتوفيق سواء مع الاهلي او مع منتخبنا الوطني، عنصر من العناصر الاساسيه والفعاله جدا مع منتخبنا، كل سنه وهو طيب. طيب خليني اتكلم مع حضراتكم كمان على فريق الوداد المغربي سريعا قبل ما اقول لحضراتكم اخر الاخبار الخاصه بالسوشيال ميديا. الوداد المفروض ان هم هيوصلوا النهارده، كان عندهم ماتش امبارح في الدوري المغربي كسبوه في الدقيقه 93 في الوقت الضايع بهدف قاتل، وده كان الفوز بعد هزيمه المباراه اللي قبل الاخيره يعني. ففي كل الاحوال هم كانوا معترضين شويه على ان مع الاتحاد المغربي يعني ان هم عندهم ماتش في التوقيت ده، وبالتالي مش هيبقوا جاهزين بالشكل المطلوب لمباراه السوبر امام النادي الاهلي. لكن في المقابل انت ما تيجي تحسبها هتلاقي ان لعيبه الاهلي او معظم لعيبه الاهلي في المنتخب، فبالتالي هم كمان بيلعبوا ماتش بعد الوداد بيوم، فهي كلها امور يعني طبيعيه كده بتحصل قبل المباريات المصريه اللي زي دي. لكن فريق الرجاء في كل الاحوال فريق قوي جدا مميز، عنده اكيد دوافع كبيره، عنده امكانيات مميزه، فبالتالي هتبقى مباراه غايه في الصعوبه. بالتالي تعالوا نتكلم شويه على اخر الاخبار وترند النادي الاهلي والتفاصيل المهمه جدا اللي بتتعلق بالنادي على السوشيال ميديا بالتحديد وابرز الاخبار، ونبتدي عفوا حساب موسيماني على تويتر. موسيماني طبعا قال كلام مهم جدا، نشر فيديو استقبال جمهور الاهلي للبعثه في قطر امبارح وكتب شكرا جزيلا على حفل الاستقبال وسنبذل قصارى جهدنا يوم الاربعاء. عجبني جدا الثقة اللي بقت موجودة بشكل ملحوظ ما بين جمهور النادي الأهلي وموسيماني، هتافات خاصة ليه. وليه ما يبقاش في ثقة؟ لا طبيعي ان هي تكون موجودة لأن الراجل بصراحة بيحقق كل المطلوب منه. ممكن تقع منك بطولة أو اتنين، لكن انت واخد عدد أكبر من البطولات من ساعة ما هو جه، فدي أمور مهمة جدا. نتمنى له يا رب كل التوفيق في هذه المباراة وفيما تبقى من هذا الموسم اللي يعتبر لسه في بدايته. نروح لحساب الأهرام على تويتر واللي كتبوا ان موسيماني يدرس اخر مباراة للرجاء المغربي قبل مباراة السوبر. وزي ما قلت لحضراتكم الرجاء كان عنده مباراة امبارح كسبوها بصعوبة شديدة في الدوري المحلي امام حسنية غدير، جون كان في الدقيقة 93، فاكيد هيعكف مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون على دراسة فريق الرجاء مش بس المباراة الأخيرة، بعض المباريات الهامة جدا بالنسبة لهم عشان يقفوا على نقاط القوة والضعف بالنسبة لهذا الفريق. وده مش ابتدى بس دلوقتي أو هيبتدي النهاردة ولا حاجة، لا هم بقالهم فترة متابعين بشكل مميز فريق الرجاء المغربي وده أمر ضروري. خلينا كمان نروح لحساب كورة بلس على تويتر وبيقول الرجاء يحل أزمة الطيران ويتجه إلى قطر استعدادا لمباراة السوبر أفريقيا أمام الأهلي، المفروض إن هم هيوصلوا النهاردة. ويعني انتوا عارفين ان يعني الدنيا كانت صعبه شويه بالنسبه للرجاء هناك في المغرب بالتحديد بخصوص كورونا والاجراءات الاحترازيه والكلام ده، لكن هم خلاص كل الامور دي اتحلت والناس ما هتكون موجوده وما فيش اي مشاكل خالص، تبقى المباراه داخل الملعب ان شاء الله. التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. تعالوا بقى نسبق الاحداث شويه فيما يتعلق بأجري المدير الفني الأسبق لمنتخبنا الوطني والمدير الفني الحالي لفريق مونتري المكسيكي اللي هيقابل النادي الاهلي في الدور الاول او اول مباراه للاهلي هتكون امامه في كاس العالم للانديه. والراجل ليه تصريح من خلال يعني تصريحات ليه نقلتها بطولات حسابه الرسمي على تويتر، قال علينا الفوز على الاهلي قبل التفكير بالتتويج بكاس العالم للانديه. واضح واضح ان الناس دي عندها طموح كبير جدا وعندهم امال ان هم ينافسوا على البطوله، ده ان ده اللي يدل على ان هم فريق قوي قوي، وبالتالي أكيد عنده دراية ببعض العناصر الموجودة في النادي الأهلي اللي ندربهم في المنتخب. فمن هنا جاية صعوبة هذه المباراة، إن شاء الله الأهلي يكون مكتمل بإذن الله واحد أحد، وده اللي إحنا بنترقبه لأن خلال ساعات أنا بقول لحضراتكم خلال ساعات هيطلع قرار نهائي بخصوص أزمة التعارض في المواعيد ما بين كأس العالم للأندية وبطولة الأمم الأفريقية. والقرار بإذن الله واحد أحد هيرضي الجميع، الأهلي هيلعب في كأس العالم بكامل نجومه والمنتخب ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه بكامل النجوم. ده فيما يتعلق بهذه الجزئيه. هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا يلا.
طيب خلينا نبتدي الترند العالمي سريعا، وابرز خبر واهم خبر هو التقارير اللي تداولت حول اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا، فبالتالي خلينا ناخد حساب ذا فيرم على تويتر واللي بيقول ان محمد صلاح اصيب بكورونا وسيخضع لمسحه ثانيه من اجل تحديد موقفه النهائي من المشاركه في مباراه الغد الاحد امام توتنهام في الدوري الانجليزي. بالمناسبه الكلام ده حتى هذه اللحظه غير مؤكد، غير مؤكد. نفى كمان ايه وده اللي جاي اهو في الخبر، مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول انباء التي تم تداولها بشان اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا. اذا صلاح طبقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي ليفربول صلاح بخير وما فيش اي مشكله ولا اي شيء يشير الى اصابته بفيروس كورونا وما فيش اي اعراض كمان على اللاعب، نتمنى له يا رب كل السلامه. بالتالي الخبر اللي بعده من خلال حساب اليوم السابع على تويتر واللي بيقولوا ان عشاء الكريسماس في ليفربول ده كان امبارح بيرجح عدم اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا، ومن خلال موجود هو حضراتكم الصوره شايفينها صلاح بجانب يورجن كلوب، ممكن الكلام على اصابه هندرسون بس بفيروس كورونا وده هيتم التاكد منه بشكل رسمي. خلينا كمان ناخد مشاركات حضراتكم وتفاعلكم معانا على سؤال حلقه النهارده، وهو كان خاص بمنتخبنا الوطني وتقييمكم لتجربه كاس العرب ومنتخبنا. نبتدي باحمد نبيل، بصراحه كابتن احنا مش عارفين نلوم على اللعيبه ولا على كروش، ودي بطوله وديه ومتهيألي كده يبقى شاف الفريق ويقدر يوظف مظبوط بعد رجوع المعاونين باختيار اللعيبه الخبره. ماشي، خلينا كمان ناخد كامل محمد واللي قال هارد لك للمنتخب عمل اللي عليه، وطبعا ضربات الحظ دائما تفرح بلاد وتزعل بلاد، محدش عارف هو المدرب البرتغالي شايف حاجات احنا مش شايفينها. عموما كل الدعم للرجاله في القادم من تصفيات المونديال والكان الافريقيه باذن الله يكونوا موفقين. خلينا كمان ناخد محمد فرج اخر تعليق معانا واللي قال وعلق قال مشاركه مفيده، رغم اخطاء المدير الفني والجهاز الفني كسبنا لعيبه كتير مفيده على الدكه ولهم تاثيرهم. يعني اكيد في كل الاحوال تجربه مفيده بالنسبه لمنتخبنا الوطني، نتمنى باذن الله التوفيق فيما هو قادم والتعلم والاستفاده من الاخطاء اللي وقع فيها الجهاز الفني، وفي نفس الوقت يبني على الايجابيات اللي قدر ان هو ينجح فيها. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.